في محورنا الأخير نطرح ملف طريق المفرق حيان ولواء بلعمة. نتابع التقرير. هل يعقل أن سيارتي موديل 2019 أحط عليها 120 دينار تصليحاتها هي أمامية؟ لك الله أنه بشهر 4 120 دينار صلحتها هي أمامية. أنا وغيري شارع حيوي كثير، شوف السيارات كيف. مع هل ما يعقل انه 500 متر بتحويلتها؟ طب زبطنا التحويله قبل ما بيها، او 500 متر تقعد 6 شهور لسه لقدام. انا رجعت مدير اشغال المفرق حكت لي المشكله باخذ العينات بالنتيجه، لدرجه هاي انه معقول 500 متر بدها 5 شهور ولقدام القادم اجمل لسه معنا؟ كسرت سياراتنا والله، تاخرنا حتى على الدوامات، شايف كيف احنا قادرين نمشي؟ وضع سيء جدا. طريق انت تكون ماشي في امان الله، حجر طريق ضيق الفرع البديل، بلز عليك سيارة، بتجي عليك سيارة، بتفوت على كوم رمل، على كوم حجار، على ما تدري انت وين. قبل شوي الطريق ضيق زي ما انت شايف، بعدت على اليمين وضربت بحجر من تحت. مطالبنا انهم يسرعوا في تنفيذ هذا الطريق. احنا قاعدين نعاني، احنا هذيك النهار جاينا من هنا بالليل عطلت معنا السيارة هناك، لا احنا قادرين نطلع منها ولا قادرين نرجع. يعني طريق هي من ذات الطبيعة الطريق هاي معتمة، ما بيها ضويات ولا بيها كهرب نهائيا. حتى بالليل لما تجي شايفين الغبرة، شايف كيف الغبرة، حتى بالليل لما احنا نجي بالليل مثلا مع الطريق هاي من الغبرة وضويات السيارات يعني تصير تبطل تشوف قدامك نهائيا. اليوم رشوا مية كويس، هاي من قديش؟ من 3 شهور ما رشوا مية. الركاب طبعا عندهم مؤاخذه، بس تمشي بها تطلع الباص من جوه تبطل تشوف الركاب من الغبره، وشوي قلاب فايت عليك من هون، شوي سياره فايت عليك من هون، يعني دمار ومش ملحقين تصليح. يعني انا هسه هاي جيت من الصناعيه، هسه هاي جيت من الصناعيه، واسبوع اللي فات نفس الشغله. طب المتعهد وين؟ ما يخلص العباره هاي، اشتغلها قبل 4 أسابيع، قعد شهر ويشتغل بالعباره هاي واختفى بعديها. طب زفت الطريق التحويل هاي زفتها واشتغل غاد، قعد سنه يشتغل عادي، ما حد يقول له وين رايح. اما جابنا على طريقه ترابيه ومكسره وقاعد غادي يشتغل براحته. اذا نتابع هذه القضيه مع المهندسه ريحاب العتوم مديره اشغال محافظه المفرق. يعطيك الف عافيه بدايه. يعني هل هناك اي خطط قادمه لديكم لحل مشكله هذا الشارع؟ مساء الخير، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. هذا الطريق موضوع يعني يتم العمل فيه حاليا في ضمن اعمال عطاء تم طرحه من قبل مديريه اشغال المفرق ضمن موازنه مجلس محافظه المفرق. طبعا هذا الطريق باشر العمل ب 16/3 ومده العمل 90 يوم. حاليا الاخوان بيحكوا عن الطريق، في طريق الطريق كان قائم بعرض من 5 إلى 6 متر تقريبا، وتم تعديل، يتم الاعمال حاليا الاعمال على الطريق كتعديل للمسار وتوسع للطريق، ليصبح الطريق بعرض 11.20 متر. يعني رفع مستوى الخدمه على هذا الطريق. طبعا طول الطريق حيان بلعمه، المفرق حيان بلعمه 500 متر طول هذا الجزء المنفذ منه في من المشروع. طبعا تم تجهيز تحويله من قبل المقاول الذي يقوم بالعمل على الطريق، التحويله تحويله بماده البسكور تقريبا وليس تحويله معبده. نعم، وعم نشوفها على الشاشه كمان. نعم، وتحويلها وتسليمها للسير حسب الاصول، ولكن يا ستي التحويله بعرض 4 متر، تحويله محاذيه للطريق. تقريبا يعني 250 متر منها اسفلت قديم و250 منها متر طول هي التحويل اللي بحكوا عنها الاخوان ترابيه، اللي هي مغطاه مثل البيس كورس مش ترابيه. طبعا عمليه انشاء طريق بحاجه الى عده مراحل، يعني بحاجه لطبقات من الفرشيات بالاضافه لقاعده التراب. مهندسه ريحاب، يعني بطول ال 500 متر اللي عم نحكي عنهم، هل من الممكن تسليم المشروع قريبا كاملا مجهزا لحركه السير؟ ان شاء الله يعني يتم تجهيزه خلال تقريبا من 20 ل 25 يوم عمل. نعم.
يتم تجهيزه ان شاء الله وبطبقه خلطه سلكيه وبعرض 11/26. نعم، كل الشكر لمديره اشغال محافظه المفرق المهندسه ريحاب العتوم، وانتقل مباشره الى زميلنا شادي الوهيبي. اذا بحسب الاشغال سيتم تسليم الطريق خلال 25 يوما، تفضل. رانيا، في البداية تحدثت مديرة أشغال المفرق أن الجزء المعبد من التحويلة يعني بقرابة 250 متر، وكما نرى وكما رأينا في الفيديو المسافة المعبدة من هذا الطريق لا تتجاوز عن 50 متر، وطول الطريق من التحويلة لغاية الخروج من هذا العمل تتعدى 450 متر، وهذا ما يتسبب يوميا من أضرار للمركبات، كما شاهدنا هنالك تعطل للمركبات، وقبل قليل كان سيكون هنالك حادث ما بين مركبة وشاحنة تحمل الحجارة من المحاجر القريبة من هذه المنطقة. حقيقة سينضم إلينا سعادة النائب والمواطنون هنا، سعادة النائب إسماعيل المشاقبي، الله يعطيك العافية سيدي. بداية نتحدث اليوم عن هذا الطريق، معاناتكم وإلى أين وصلت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية الطريق إذا قلنا سيء يكون مقصرين به، الطريق أسوأ من سيء، واحنا سمعنا عطوفة المديرة لما قالت انه معبد 250 متر وغير معبد البيسكورس 250 متر، الكلام غير صحيح، لها كل احترام تقدير المعبد 50 متر، بيسكورس مش بيسكورس، محطوط حجار، الشارع التحويلة هي عبارة عن حجار، ويعني كارثة طبيعية الآن الناس تمشي عليها، إذا صالها 5 أشهر، إذا على 500 متر 5 أشهر، كيف لو كانت 5000 متر شو يصير علينا؟ هذا بده 5-6 سنين. فهذه حالتنا في، وهذه معاناة محافظة المفرق مع وزارة الأشغال، مش مديرية الأشغال، مديرية الأشغال هون الله يكون بعونهم، بس مع وزارة الأشغال يجيبونا متعهدين يوقف وقف السير هون، الدنيا هون وسحب حاله طلع 5 أشهر، 5 أشهر على 500 متر، وين المسؤول هذا؟ مين المسؤول عنه هذا؟ بس بدنا نفهم مين المسؤول عن هذا المقاول، يعني عبارة عن وزارة جيبنا ناس وتكومهم بالشوارع وروح، يعني الناس مش مشكلة تموت يعني؟ ولا الناس تعطل مصالحها تتخطى، هي في سيارة هي وين تعطلت؟ شايفينها تعطلت من وراء هذا الشارع التعبان هذا. سعادة النائب انت يوميا يعني تسلك هذا الطريق اليوم. يعني يوم بعد يوم، كل يومين مرة اشوف نفس التعليل، نفس يعني معاناة البشر هذه متى تحل؟ المسؤول اللي ما يتحمل مسؤوليته حقيقة لمتى في هذا البلد؟ حتى متى؟ وزارة الأشغال وين؟ يعني عفوا معالي وزير الأشغال وين؟ أمين عام وزارة الأشغال وين؟ ولا بس عبارة عن نطلق شعارات من الوزارة بس إنه في عنا راح نعبد وراح نسوي بس نصور ونطلع على الهواء؟ لا، تعالوا شوفوا 500 متر يا جماعة، 500 متر، والله العظيم لو كان 5000 متر، لو كان 5000 متر ما نخلص ليوم القيامة، ما نخلص. أيضا أحد المواطنين اليوم أنت يعني تسلك هذا الطريق يوميا تحدث. أي نعم، أنا شاهر الخزاعلة من حيان المشرف، نعاني معاناة ما يعلم بها غير الله على هذه الطريق اللي كلها 200 متر، يعني يوميا رايحين جايين مع هذه الطريق، لكن والله يجوز يوميا يعني كل يومين ثالث يودي السيارة على التصليح، سيئة للغاية، بعدين مواصفات مقاييس يقول للودي والفحص المخبري، ويقول لك نودي العينة اللي متقعد يومين أسبوعين، هاي صارنا هاي الشهر الرابع ولغايتان شوف الوضع مثل ما هو، هاي نعم. السيارة هذه بنعمي تعطلت الآن السيارة تعطلت والآن بدي أسحبها. فنترجى ونتمنى من أختنا وكل مسؤولين محافظة المفرق إنهم يجاهدوا على هذا الطريق، لأنه عانينا كثير ومشكلتنا مشكلة ما في حدا بدون جدوى من هالمسؤولين، نتمنى ذلك. أشكر بعجالة لضيق الوقت. نعم سيدي، والله إحنا بدك صحيح مضررين كثير من هذا الطريق، حتى أطفالنا أولادنا والله ما إحنا معنيين عليهم يشوا مع الشارع، سيارات قاعدة تعطل، الحلال قاعد يدعس على نفس الطريق، هاي عملوا لنا تحويلة هاي يعني مين تحويله؟ روح شوفه كله مطبشة كله حجار، وبعدين يقول معبدين 250 متر، ما في 250 متر، عبارة والله ما بيجي 30 متر المعبدات، هذا شيء. يعطيك العافية. يعني احنا نتحدث اليوم وما يزيد الطين بلة في هذه المنطقة تحديدا أن هنالك مزارعون لديهم محاصيل هنا، وهذه المحاصيل تضررت تماما بسبب الغبار والأتربة التي وصلت إلى مزروعاتهم. نعم شادي الوهيبي، نحن نريد يعني بعد 25 يوم أن نعيد زيارة هذا المكان ونتابع مع وزارة الأشغال كما الوعد الذي حصلنا عليه. بدي أشكرك وبدي أشكر ضيوفك الكرام وبدي أشكر أيضا مشاهدينا.